من اكتر الحاجات اللي انا بحبها في الحياة ان يجي لك ايميل ويقول ان ليك فلوس عندنا واحنا قررنا نرجع لك الفلوس دي. الايميل اللي انتوا شايفينه ده جالي من حاجة اسمها Community Utilities، اللي هي الشركة المسؤولة عن الكهرباء والمية والغاز في الحي اللي انا ساكن فيه هنا في لندن. المهم هم بقالهم حوالي 5 6 شهور بيسحبوا مني كل شهر 162 جنيه استرليني، وكل شهر بعد ما يسحبوا الفلوس يبعتوا لي ويقولوا لي انت ليك كريدت عندنا، يعني ليك فلوس عندنا. الفلوس عماله بتزيد وبتزيد وبتزيد لغايه ما وصلت حوالي 442 جنيه استرليني، واللي ما يعرفش 440 جنيه استرليني هنا ده رقم كبير مش صغير. جم الشهر ده بعتوا لي ايميل زي ما انتم شايفين، قالوا بما ان استهلاكك الشهري اقل بكتير من 162 باوند هنخفض الفلوس اللي بناخدها منك كل شهر ونخليها 118 جنيه استرليني، ومش كده بس، وهنرجع لك الفلوس اللي عندنا، مش كلها، هنرجع لك حوالي 60 او 70% منها، فهيرجعوا لي حوالي 242 جنيه استرليني على حسابي، عشان يفضل عندهم حوالي 200 جنيه استرليني كريدت لو احتاجوا ان هم يسحبوا منه الشهور الجايه. المهم لقيتهم بعتت لي الايميل ده من حوالي 4 ايام، وبعديها بيومين لقيت الفلوس جايه لي، وصلت لي على الحساب، عملوا لي ريفاند ورجعوا لي الفلوس. الصراحه انا بحب الحركه دي، ان يبقى انت دافع فلوس اكتر واصلا ناسي خالص انك دافع فلوس اكتر ومش عامل حسابك عليها وفاكر ان هي دي الفلوس الصحيحه، وفجاه تلاقي المؤسسه او الهيئه او الشركه او ايا كانت بيقول لك لا ده انت ليك فلوس عندنا ولازم نعمل لك ريفاند ولازم نعملها لك نرجعها لك تاني للحساب، وتلاقي فلوس مش مخك خالص وجات لك فجأة. ده اللي حصل لي من يومين. بصراحة بحترم قوي التعامل في الحاجات اللي زي كده، ان مفيش مثلا حد قال لي لا دي فلوس بتاعتنا خلاص احنا هناخدها، ولا لا انت حسابك كده بتقفل انت مفيش مشكلة. لا، هم بيعملوا حسابات دقيقة على حسب استهلاكي للكهرباء والمية والجاز، وبيقول لي انت بتستهلك كذا، فانت الفلوس الموجودة عندنا دي بتاعتك، وبعد فترة لما بتوصل رقم معين ما ينفعش ان هو يخليها عنده، لازم على الاقل يرجع لك جزء كبير منها، والجزء الباقي بتفضل معاه احتياطي لو استهلاكك زاد لسبب من الاسباب. لو فضل استهلاكك زي ما هو بعد كده المفروض ان هو يرجعها لك. كلمة اخيرة، ده مش بيحصل بس في المية والكهرباء، ده بيحصل في اي حاجة تانية. بمعنى لو انت بتدفع ضرائب والضرائب في اخر السنة اللي هي في اخر السنة المالية طلعت اكتر من المفروض انك تدفعه، التاكس اوثوريتي في اي بلد من البلاد دي كانت استراليا او نيوزيلندا او هنا او كندا بيرجعوا لك الفلوس دي على حسابك، ودي حصلت معايا كذا مره في سنغافوره وفي نيوزيلندا. في نيوزيلندا نفس الحكايه، كنت بدفع ضرائب والضرائب اللي دفعتها طلعت اكتر من المفروض ادفعه في السنه، رجعوا لي في اخر السنه بعد ما عملوا الحسبه لقوا ان ليا رقم رجعوا لي. نفس الكلام ده حصل معايا مرتين في سنغافوره، وبالرغم ان انا كنت اول مره سبت البلد خالص لقيتهم بعتلي لي ايميل بيقولوا لي انت ليك عندنا فلوس نرجعها لك ازاي؟ نرجعها لك في الحساب لو حسابك لسه مفتوح، ولا تحب انك تاخدها بشيك، ولا ايه الطريقه اللي نبعتها لك؟ وفضلوا على تواصل معايا لغايه اما رجعوا لي الفلوس بتاعتي، لانهم قالوا ان انت دفعت التاكسس بتاعتك والباقي ده المفروض ان هو يرجع لك، ده مش لينا. فالفكره دي بسطتني من كام يوم لما لقيت ان انا جاي لي حوالي 200 جنيه استرليني، اصلا مش عامل حساب 200 وشويه 200 وشويه جنيه استرليني مش عامل حسابي عليهم، بس عملوا لي سمايل وابتسامه من هنا لهنا وبس كده اهو.